كفايه الشقه اللي انت ما عملتيش فيها حاجه، يلا ننضفها كلها، يلا عند ربنا بقى. هم اللي شاهدين مين اللي نضف الشقه؟ مين اللي صار فيها؟ مين اللي غسل السجاد؟ قول تقول لا، تقول لا كانت ماسكه خرطوم، تقول لا مين اللي كان بيدعك السجاد؟ السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين واخر فطار في رمضان. جري بسرعه، جري بسرعه رمضان وما حسيناش بيه، وحطوا لايك لوفاء بمناسبه العيد بكره ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم، والظروف اللي احنا فيها مش هتمنعنا ان احنا نفرح. هنفرح وكلكم هتفرحوا واحنا هنفرحكم على قد ما نقدر، واحنا هنفرح ان شاء الله علشان انتوا معانا برضو، يعني احنا مع بعض ان شاء الله على طول في الحلو وفي المر. النهارده يومنا مش عادي ليه؟ لان عندنا مناسبه سعيده جدا جدا لوفاء، ربنا كرمها الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وطلعت الفضاء. طلعت الفضاء بقى احلامها وطلبت مطبخ وربنا كرمنا الحمد لله. والنهارده احنا بدنا نتركب من العيد الحمد لله. احنا قلنا لكم، قلنا لكم ان الراجل المهندس اللي هو المفروض بيعمل لنا المطبخ بيصممه، وعدنا او يعني قال لنا هحاول. كنا مأجلين يعني، هو كان لو اشتغل ايام ما كنا احنا هنعمله كان زمانه خالص، بس احنا عطلناه والظروف اللي عطلته ظروف، لان وفاء زي ما انتم شايفين وشها منور، فركب النهارده المطبخ راجل لسه ماشي، بس للاسف او مش اسف الحمد لله، الحمد لله ركب بس مش كامل. هنوريكم كل حاجه ونشرح لكم ايه اللي اتعمل وايه اللي هيتعمل، فخليكم معانا. بس قبل ما نبدا تضغطوا لايك للفيديو ده كتير جدا جدا وتقولوا وفاء مبروك. بس عايزك برده تشكر المهندس ان هو خلص عشان هو عادي طبعًا. عشان تلم لي الحاجه تتلم في المطبخ عشان كان زماني معيده والدنيا مبهدله. اه يعني احنا خلصنا كل حاجه في الشقه وكان وفاء هتبقى مكتئبه كده وعندها ايه يعني عارفين المطبخ هتبقى حزينه يعني المطبخ مكركب الشقه مكركب، علشان هي عملت كل حاجه في الشقه وغيرنا اوضه البنات زي ما انتم شفتوها واوضه الولاد، واحنا اوضتنا ما عملناش فيها اي حاجه بس مش ناقصه حاجه. ظبطت الريسبشن والريسبشن اتظبط وكل حاجه اتظبطت. انا ايدي وجعتني ماسكه الكاميرا. طيب يلا نوريكم بقى المطبخ عشان في حاجات محتاجه. فكان هيبقى فاضل، كان هيبقى فاضل المطبخ بس، فنروح دلوقتي عشان نوريكم، بس نلف كده نشوف نوريكم ايه اللي عملناه. ده الفرش وفاء اهي، اتكلمي انت وفاء بقى فرشك بقى. فرشت اللي هو الفرش اللي انت عارفينها دي كنت ركناها، وشلت حاجات رمضان حتى الزينه شلتها، ومسكت الحيطان صبنتها بالكلور ونضفتها. هي طبعا مش باين عليها، بس حاولت ان انا انضفها على قد ما اقدر. بس الجد اللي انا غسلته الحمد لله لسه فرشناه. انا طلع عينينا ايدينا باشت والله، ايدينا لسه بتوجعنا لغايه دلوقتي. وده من مفرش السفره حمدي بردك قصهولي، كان في زياده قصه ورحت حاطاه بالشكل ده نفع. ده جاي بالمقاس ايه على قد الترابيزه بالظبط، بس انا ظبطته بعديك على فكرة. بص خليت الدوائر باينه، تقصوي بس كده زي الفل. ماشي، دي بالنسبه للسجاد وللانتريه بقى شكله عامل كده، الانتريه شكله اتظبط. وهنا بقى الجزء ده ما فيهوش اي حاجه غير ان انا النيش بقى مسكت رصيت على قد ما اقدر برضه، رصيت يعني على قدي على قدي بس يعني حلو. لا والله جميل، هو يعني يبان من الجنب اكتر، ظبطته يبان من الجنب اكتر. ولا مش عارفه فحطنا المصحف جوه. لمعت كل حاجه يعني ورصيتها مكانها. الصوره دي اللي كنا واخدينها انا وفاء في الايفنت بتاع اليوتيوب. ايوه يا وفاء لا توقعي الازاز. انا حطيتها عشان هستخدمها بس لسه مش وقتها دلوقتي، هنطلع فيها الكحك والحاجات طبعا كده يعني. دي مش من ضمن الرصه اللي تفكرنا ان انا رصتهم كده، لا انا مخزنينهم عشان ما يتكسروش بس. والطواجن زي ما هي هتترص في المطبخ اخيرا، حاجات كتير كنت شليها مكان في المطبخ القديم بس ان شاء الله هنرصها. بس والسفره، بصوا بقى حاجه وفاء المطبخ كلها موجوده فين، وفي تحت السرير وفي جوه في الاوض محتسبه والله العظيم، لان طبعا المطبخ بتاعنا كان خلاص جاب اخره، احنا اتاخرنا بس الظروف هي اللي ما سمحتش يعني. ايه يا وفاء؟ مكياج، بتقول لهم انا جبت مكياج كمان. جابت المكياج اللي انا وعدتهم بيه. انا اللي جبته بيه. انا والله العظيم انا اللي شفته وانا سالت عليه. ما انت قلت لي، قلت لك هاتيه يعني. هتدرجوا وتتفرج عليه. هتوريهم المكياج بتاعك؟ وجبت لهم التوك برضه. ماشي. الركن ما فيهاش بندك حاجه. لا ما فيش تجديد هنا، هو الركن السجاد نضفناها. ولمعتها كويس، والسجاد نضيف طبعا وغسلناه. بس خلاص. مفيش حاجه تاني في الريسبشن. نيجي بقى للمطبخ والجزء اللي كان هيبقى صدمه لو ما اتعملش قبل العيد. كنا هنزعل جدا. قولوا رايكم، استنى قولوا رايكم بصراحه قبل ما تشوفوه، لسه في تعديلات والنبي لسه في تعديلات، بس قولوا رايكم. ما هو ده اللي احنا هنقول لكم عليه، بس نيجي واحده واحده للكلام يعني ندخل بس كده بسم الله. يا رب يعجبكم. والمطبخ لسه ما كملش، بس يعني وصلنا لمرحله كبيره. اكثر حته كنت متعقدين منها قلت لي عشان المطبخ هيعمل ايه ما اتعملتش لسه، زي ما هي مفتوحه دي لسه هتتعمل. هو المفروض ان احنا كده عملنا اكليريك الشكل واللون دوت ذوق وفاء، هو ماشي مع البلاط. وان شاء الله المفروض ان احنا عايزين نعرف منكم برضو
الرخام او الجرانيت دي لسه هتكمل ماشي. هو الراجل لسه ما كملش يعني المفروض ان هنا هيبقى فيه الضرفه دي تكمل وهيبقى فيه البرنيطه ولا السقف مش عارف اسمه ايه ماشي. هو كده هتفصل عباره عن حتتين فوق بعض هنا كده وهنا كده وفق ايه فقع زغروطه بعد ما رجع. ده انا عايز اسمع لا هو انا المفروض هي معجاني. بص دي قد ايه ما شاء الله حط فيها فيل كبيره كبيره جدا. دي الزاويه اللي هي الركنه بتاعت المطبخ كبيره كده. لا ما شاء الله واسع يشيل يعني حاجات كتير. بس دي لسه المواد بتاعتها متركب اهي. هو لسه مكملش وفي حاجات كتير. في هنا جزء بقى برضه عشان اشهدكم على وفاء. المفروض هنا احنا دي وفاء ما كانتش راضيه تعمل هنا اي حاجه خالص. انا كنت هقفل تحت الحوض بس تمام ومش عايزه اكتر من كده واسيب دي فاضيه. فحمدي قال لا كمليها كده دايما. فانا كنت عايز هنا من اول ايه يعني الحته دي وجنبها حته تكمل تاني تبقى داير ما يدور زي دي كده. هي ما رضيتش وبالعافيه خلتني عملت اقول لكم ليه. بس انتوا عايزين الاول الرخام لان حمدي عايز يعمل الرخام نفس الرخام ده الجرانيت ده هنا. والراجل اللي عملنا المطبخ قال لنا نفس الكلام عشان ما تخسريش دي تعملي كله نفس اللون دي اللي هيبقى حلو. بس انا مش عاجبني صراحه هقول لكم دلوقتي. بس احنا دلوقتي عشان انا وعد حمدي وعد من ساعه ما قال لي هعمل لك المطبخ. قولي لي بقى اسمع حبيبتي. اول اكله هعملها لك هي المحشي. فانا النهارده الله اكبر ظهر الحق لازم افطر محشي عشان هو صدق معايا. الله اكبر ماشي. فانا هقول لكم اكتبوا في الكومنتات دلوقتي على الرخامه ان هي مش هتبقى حلوه. اللون ده جرانيت مع ده مش هيبقى حلو. اكتبوا له في الكومنتات. هي عايزه تغير الرخام وانا دلوقتي تغيير الرخام يعني احنا هنكسر هنا. لا بص يعني هقول لك على حاجه هقول والحوض يعني هنغير كتير كده. في حاجات كتير انا عايزه اعدلها وانتوا برضك اكتبوا لي في الكومنتات عشان انا مش عارفه قوي. بصوا المطبقيه دي يا جماعه كده دي كانت معقلاكوا ان هي باينه معقلاني برضه بس الحمد لله. يلا اصبرتي ولولتي. ده مكان السخان. ده مكان السخان ده مكان ما بيبقاش فيه حاجه خالص بس ويداري السخان. ودي كده عاملها مفتوحه عشان احط بهارات او احط اي حاجه ما تبقاش تبان اسمها تبان تبقى سهله. وهنا انا عندي شفاط بقاله يجي سنتين مركون جبته وما لحقناش نفرح بيه. ركبنا كام شهر وما لناش مكان من ساعه ما جينا هنا الشباك ما عملناش. فهيركبوا لي بس بعد العيد عشان هم قفلوا. يلا بقى عشان اجهز لك كده. مطلوب منكم حاجه يعني كام حاجه كده ان انتوا تقولوا لنا رايكم طبعا في الالوان اللي وفاء اختارتها ماشيه مع السيراميك. وطبعا احنا عندنا رطوبه هنا عندنا رطوبه هنا ما قدرناش نعملها. والرخام ايه اللون اللي احنا المفروض نجيبه علشان يبقى لايق ماشي مع. انا عارفه هقول لكم بس مش دلوقتي عشان بقى غري الاول بالمحشي وبعد كده ماشي عامل الاكل اللي هو وانا اضمن المحشي بتاعي مكان يتفاهم. يعني ناخد المحشي وبعد كده اديك الرخام ماشي. جري والراجل كتر خيره واخرنا بس يعني كتر خيره. لا احنا طلبنا منه المطبخ ده في وقت يعني ما ينفعش ان احنا نطلب فيه المطبخ. خليكم فاكرين الجزء ده عشان هقول له على حاجه مهمه فيه. عشان الترابيزه ماشي. الجزء ده ماشي. طبعا هنا بقى ايه الفرن ده احنا مش عارفين هيفضل هنا ولا لا لان المفروض ان احنا هنكمل الرخام. الرخامه دي هتكمل كده ايه تحت الحوض وبتاع وتتقفل. فمش عارفين على فكره دي حمدي اللي كان عاملها. هي اصلا مش جايين في الشقه فيها. دي حمدي اللي لازقها لانها كده فايده. حمدي لازقها عشان احط عليها الفرن. خلاص كده مطلوب مني بقى. انا وفيت بوعدي. هتفرجيني بقى محشي. فرجيني هتعملي لي ايه؟ حاضر من عينيا. ماليش فيه. محشي في المطبخ الجديد. او النبي. بعد ده كله ما عملكش محشي؟ انا عارف انت كده كده بتعملي. انت لو على الباجور هتعمليه ما انا عارف. انا دلوقتي هعمل لك احلى ان شاء الله. الله اكبر. شوف فرحانه ازاي؟ شوف النبي فرحانه ازاي؟ ببساطه والله العظيم كان نفسي تعمل وكنت هزعل لو كان جه بعد العيد. بس كنت هقول الحمد لله برضه على كل حال. بس الحمد لله انه جه عشان يلم لي الدنيا قبل الحمد لله. هروح انا العب بقى عقبال ما تخلصي لي المحشي. هو الوقت خلاص يعني اسف كام ساعه على المغرب الوقت اتاخر بس هلحق ان شاء الله هطير واعمل له محشي. ماشي. انا بقى علشان برضو اطلع جدع اكتر بقى الم لها بقى الاطباق والحاجات دي في مطبخها الجديد وهي تبقى ترص بقى وتزوق براحتها لان حاجات كتير هتتعمل في المطبخ. تشيل دول عشان طبعا هنقعد ناكل دلوقتي المحشي. يا سيدي ده انا اقول لي يا سيدي للصبح. يلا يا ندى تعالي معايا. هنا بقى بعمل تقطيعه المحشي. بحط الايدام الاول اللي هو الزيت ويعني شويه دهون خالص زي اللي هي حته صغيره والقشين اللي عندي ماشي. ونزلت الفلفل طحنته في الكبه فلفل الوان وفلفل اخضر واديته تتبيله وهنزل البصل وهنا
سلقت الورق العنب بسلقه بليمون عشان يبقى طعمه حلو، وملح وليمون في الميه وبديله غلوه وبعد كده اشطه. انا كده خلصت المحشي اهو وسويته، هبدا بقى ان احمر الفراخ، كوسه والباذنجان والفلفل، بس ما لحقتش اجيب كرنب. وهنا لسان عصفور، وهنا لسان عصفور اهو. دي الدبابيس اللي هي العاديه خالص، سلقتها وعملتها بالبيض، قلبتها في البيض وعملتها في الفشتار وحمرها لسه في فشتار حار. ودي اللي هي دبابيس الرومي، لقيتها كده حلوه قلت هتعجب حمدي، دبابيس رومي سلقتها برده وحمرها في الزيت على طول. عايزه اعملها مقرمشه، انا بحمر اخر حاجه ان انا كنتها في الفشتار وسبتها في الثلاجه شويه. بسم الله، بس مستنيه الزيت يسخن. نزلت كده ورق الرومي الاول، انا سلقاها ومسويها حلو، قلبتها في البيض وبعد كده الفشتار. انا ما رضيتش اصور لكم تفاصيل الطريقه لان لسببين، انا قبل كده صورت المحشي موجود مرتين على قناتنا، وكمان عشان ما دهولش المطبخ حواليا، عايزه اشتغل وانا ايه يعني رايقه ان انا ما دهولش المطبخ خالص، فجيت عايزه افرح بيه فما رضيتش اصور للسببين دول. هتلاقوا المحشي على قناه حمدي وفاء سلبي، الطريقه دي اللي عايز احمر بقى واروح اجهز لان خلاص المطبخ قربت جدا. ايه كلنا جوعنا، ايه الحكايه؟ انت لسه بتشرحي؟ يبقى نقعد ساعه كده. وان شاء الله صور تفاصيل عشان ما احتملك يعني. الله ينور يا وفاء، الريحه قلبت الدنيا يا جماعه. وانا عايز اقول لكم يا ريتني عملت المطبخ من زمان. الله حبيبي حبيبي قلبي، انا بشكرهم بريلاس، بشكرهم بس عملتك سمع صفوف. لا 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 لا، شغل عالي. ايه ده الجديده دي؟ البيله دي اللي احنا جايبينها اللي هي اللي جايبينها الحاره. يا سيدي كل ده دبوس، يا سيدي دبوس رومي ده. هطلعه بقى. خليك يا وفاء، يلا بينا علشان هنروح نجهز السفرة. يا سيدي انت مش لازم ترصي يا ست، حلو قوي كده. انا هحول انا عشان بستعجل. قاعدين على نار، قاعدين على نار المحشي يا سيدي. ايه رايكم؟ شفتوا بقى انا عملت المطبخ لامكم عشان الطبق ده، الطبق ده اغلى طبق في مصر. المحشي جميل قوي. انت بتحبيه قدي؟ مش قدي، لا انا اكتر واحد بحب المحشي، ما تستهبليش. لا انا اللي بحبه اكتر. انت بتحبي اكتر بقى انا ولا بلاش؟ لا بس انا اكتر واحد. صح؟ انا بحب المحشي. انت بتحبيه ليه؟ انا بحبه قوي قوي. بتحبه قوي قوي؟ هي بتحبه ليه؟ عشان بيبقى فيه كرنب، هي بتحبه الكرنب. في كرنب؟ انت عامله كرنب يا وفاء؟ ما عملتش كرنب. عامله ورق عنب. ما بتحبش الكرنب. بتحب ورق عنب؟ ما عملتش كرنب. حظك بقى، المطبخ الجاي ان شاء الله. اللي بعده يا سيدي. لسه ملفاه باستعجال بقى. استعجال مين؟ ان شاء الله لو مش ملفوف خالص هاكله يعني هاكله. اهم حاجه الخلطه، الخلطه ورق عنب يا وفاء اهو. ايه رايك؟ كل الشطه دي كلها الشطه؟ لا ده مش حراق، سيبوه لي انا اكله. وانا بحب برضه الفلفل ده. الفلفل؟ وانا استنى اشوف لو في واحد تاني اجيبه لك. حاضر، او خد ده انا اجيب ليه. في تاني؟ ده رومي، ده هو عايز فلفل طويل. ايوه طويل فيه. طيب ماشي، دبوس الرومي. شكله حلو. دبوس البوس، دبوس الفرخ قد ايه؟ ابنه ابنه ده الحفيد بتاعه. الله ينور يا سيدي. عرفت يا سيدي، عرفته بقى. بقول له وفاء يا سيدي ليه؟ عشان الرومي. لا عشان محشي. يا سيدي يا سيدي، شايفين اللون؟ شايفين الريحه؟ شايفين الطعم؟ ايه الجمال ده؟ ده النهارده يوم عيد. ده النهارده مش الوقفه، ده النهارده العيد. ده لو شم الريحه امتى يتحط؟ امتى الاكله هتتحط؟ امتى؟ هيتحط حالا، هيتحط حالا يا نادى. اصبري يا نادى، ده احنا كده كده صايمين. النهارده المحشي مش العيد. النهارده محشي العيد. مش النهارده العيد. بتقولي ايه انت كمان؟ النهارده العيد. هو انا كل ما اجي امشي تروحي مرجعاني؟ نحكي الاكل يتجنن، نخلي البط الواحد تصوصو. تصوصو. اكسير الحياه، اهم حاجه اكسير الحياه. على مهل، على مهلك قوي، على مهلك خالص، على مهلك جدا. انت هتقعدي هنا زي المره اللي فاتت؟ لا لا، امك تقعد جنبي. امك وحشاني، امك وحشاني. حلاوه المحشي امك تقعد جنب. ايوه كده، احترمي نفسك واقعدي على جنب، انا وامك نقعد في النص. تحفه. انا عايزه اتفرقنا عن بعض تاني. انت عامله لي محشي يعني. الخاتم اللي في صباعي ده امي مدياهولي هديه، ما بقلعوش من ايدي مع انه مش على قدي. عايز حاجه تاني؟ لا شكرا. الله ينور سيدي على الاكل دي. الله ينور يا سيدي، الله ينور يا سيدي. وفيت بوعد يا وفيت. وانا وفيت بوعد اهو، انا ما اتاخرتش. ولو قلت اجيب لك ايه؟ مطبخين مش مطبخ واحد، وتعمل لي مرتين محشي مش هقول لك لا. شفت انا سعيد ازاي عشان المحشي، وهي سعيده ازاي في المطبخ؟ سبحان الله، كل واحد ليه هواياته.
كالعاده فطرنا علشان جدا وانا بغلب تاني يعني عبال ما بنجهز والست اب بتاع التصوير غصب عننا عشان نشتغل على ما نتحرك فبنفطر بالتمر والبلح والحاجات دي كلها وبعد كده بنكمل بقى اكلنا عايز ياكل بسم الله يلا عشان المحشي هيبقى حتى تلاحظوا ان احنا ما بنشربش المشروب للاخر هي كده كده شربنا مش عارف ابدا منين مش عارف انا سعيد سعيد ولا حمدي سعيد طيب يا محمد المحشي قرب المحشي على قرب يا ابني قرب يا ابني اضرب المحشي قد ما ربنا يقدرك يا سيدي بس اصول بعد ما المطبخ يتشطب خالص تعملي محشي برضه معلش يعني المطبخ يبقى محشي من غير مطبخ اصلا انا بعمل لا ما انت ساعات بتكسلي عشان هو بيبهدل الدنيا لا ولازم انزل اجيب حاجته هو مش عارف ده ما ينفعش تطلب دليفري بس هو مش هي مش بتكسل انا بطلبه كتير صراحه يا سيدي رايك حلو تحفه طب المحشي احلى ولا المطبخ بتاع ماما الجديد المحشي المحشي احلى ما هو المطبخ اللي فتح نفسه عشان نعمل له المحشي الحلو ده بص بقى يا سيدي بقى افتح نفسك زياده اديني ايه يا عم حلويات ما اعتقدش الحته الناقصه اللي انت بتقول عليها عايز تكملها دي مالها مش هكملها انا عايز اجيب ديب فريز عشان اخزن لك حاجه المحشي ازاي لا التلاجة دي فريزر بتاعت غير مفيش حاجة الحتة اللي هي ما بين الحوض والحتة اللي احنا عملناها يجي دي فريزر اسود سديت نفسك بعد العيد مش مع السطح اصلا دلوقتي وانا بتكلم على اقلق ولا ما اقلقش ماشي هينفع ولا ماشي حاجة كمان عندها لون اسود زي التلاجة ما هي دي حاجة كمان ما هي المشكلة في كده عادي لا وفي حاجة كمان انا عايزه الجرانيت اللي هو اسمه ايه رخامه الجرانيت تبقى اسود بس تمام مشكله ما هو المشكله ان انت هتغير الثانيه مش هبقى حته وحته انا انت هتفتح لنا فتحه كده مش هشوف حاجه بس قلت باظ الطبخ عشان بقرش ملح هو ده قرش بالنسبه للي صرفته ما يجيش حاجه ماشي قولوا رايكم بردك في الكومنتات بتستغل ان انا دلوقتي في ايه في لحظه انهيار عاطفي وعمليه تمام يا دكتور ماشي والله لو غيرت كلامك بعد المحشي انت حرام هو انا بغير قبل اصلا انا غيرت الكلام معاك قبل كده؟ لا عشان كده بقول لك كنت بتاكل كفايه بقى ما تقولوش حاجه يعني ايه الرخامه السوداء هتليق عليه وهم يكتبوا لنا في الكومنتات هم قولوا لنا اليوم ده هم ذوقهم احلى من ذوقنا والالوان الثانيه عرفوني اخد ايه دبوس رومي يعجبك كل اللي يعجبك مش عايز اخد كله بس تعمل اللي عايزاه بتضحك عليا بالاكل زبون انا زبون انا عارف على فكره اللي بترميها دي طعمها حلو انا ما بحبش اللي فيها الطبق كل ده يا سيدي يا سيدي هوزع لكم بس لما يبرد شويه طلع افريقيا شوف تتبيلتي حلوه شطشطه لا وناعمه اللي هي ناشفه بقى وتقعد تكسر لا وماسكه في البتاع ما وقعتش انا مش حاسه بحراره مش حاسه ما هي سبايسز بسيط عارفين من خلطات مش هي اللي انت جايبها كلها حطيت عليها فشدار حار حطيت عليها شويه بقسماط انما هي اصلا كانت نار لوحدها نار طب انت عيال انا هديهم انا اديتهم الدبوس لما ناكل بيطلع مش بعرفش افرق كل بقى انا شايف اهو ما هو وانا همسك الدبوس دي لوحدي الف عام احنا بنحب الصغير وده اهو هنقسمه فهمت حاجه؟ يعني انتوا كلكم دبوس وانا واحده دبوس ما شاء الله كل ده دبوس احنا مين ناكل اهو الف عام انت لو عايز الاكل كله انا بحب الاكل يا جماعه انت راجل بيش او بيتعب بجد ليه المطبخ انا بقدر الاكل يا سيدي خططه حرق لا بالبيبس دي فانتا صح ما نحطهاش انت بلعبي قرب يجيب لنا طبق كده بنحط في العب هو بيقول كده ما بيخلصش ليه؟ يعني انت موافق على الرخام الجرانيت الاسود اللي هو الكلاسيك ده؟ هيليق؟ يبقى احلى فعلا. يعني عايزه طبق ثاني. ودي فريز. عايزاها اسود. ماشي. وفي حاجه كمان. انت مش هتتعصب ولا تزعل ولا اي حاجه؟ اه. البوتاجاز. انت غير البوتاجاز. بعد العيد بعد العيد. ما انا عارف انه بعد العيد بكره. اروح اقول دلوقتي يعني لا انا بقول لك لا انت طلباتك كتير انا اصلا كنت محوشه فلوس انت بتنزع فك انا ليه عندك 5000 جنيه ده تمن البوتاجاز بس ماشي ما تمن البوتاجاز انا ليه عندك 5000 جنيه فاكر الصلاه نخبيهم لا صرفناهم ما كنا جايين هنا ما هو كان في لبس التواتر اللي كنا جايين هنا وصرفنا فلوس كتير خلنا ليه حق البوتاجاز خلوهم حاجه واحده يعني ايه خلوهم بوتاجاز بس سيب البوتاجاز فريزر
لا هو دي فريزر والبوتاجاز وال اه او النب اه صح النب البوتاجاز كل ما يبقى احلى كل ما المحشي يطلع احلى النب اه شايفه كده يكون في لون اسود برضه عشان يليق مع الحاجه كده نقدر نرمي عشان متنجان اف متنجان اس اي هادي المهم انت توافق حلو الافيه اضحكوا يا عيال اضحكوا يا اضحك خد يا محمد اضحك يا بيه اضحكي اضحكي اه خلاص الخطوط تاريخ كتير اهو قدامك اهو عايز بوتاجاز غالي البوتاجاز لسه ما وقفتش على البوتاجاز ليه انت وقفت على الفريزر لغايه دلوقتي ولا انا وقفت على البوتاجاز لو بدل ال بدل ايه؟ لو بدل البتاع اسمه الفريزر الفريزر مهم والله ملوش لازمه هو قال لي مش لازمه الديب فريزر ما انا مش عارفه قصدين لك محشي عايزه اقصد لك محشي شنو بتقول لي محشي اعمل لك محشي بيديك الاكل من غير كرنب اهو يعني هو الديب فريزر هو السبب في الكرنب لا من نفسي هخزن معايا الكرنب ورق عنب انت ايه رايك؟ موافق طب هات 1000 جنيه كل يوم ده كوكي ماشي يلا انت قلت ماشي بعد العيد قبل ما الحياه تفتح قبل ما تفتح ازاي؟ اول ما المحلات تفتح اه ان شاء الله في حاجه تانية ولا كمل اكل؟ كمل اكل ده طلعت تدبيسه كانت في حله نحشي بس الولاد دي ولا الدبابيس دي فظيعه قوي صح ولا لا؟ خلصوا خدوا تاني بتاني اهو مين اللي كان عايز فلفل حامي؟ انت؟ خدتي حمدي؟ لا لا عايز؟ لو في هات ما عايز اقسموا سوا ما بينكم خلوه كان عايزه من الاول اصلا لا ما هو محمد معاه واحد وده كبير اصلا معاكش فلفل اذا انا فاكره ان انا عامله قرنين فلفل اه ما هي اهو طب خد انت محمد ده ونسيب لي ابوك عشان ايه ابوك غلبان وقال لسه هيجيب لنا الديب فريزر والبوتاجاز بقرن فلفل خد بالك لا يكون حر قوي يا محمد مش حرق حرق عشان كده هتفرق والله حرق اللي معاك هتلاقيه مش حرق قوي عشان قصير هو انت مش بتقولي رايك ليه؟ قولي رايك ولا هتدفع حاجه ولا ليها دعوه بحاجه بابا يجيب لنا بجد مش عايزه دي في دي في المره دي في دي طب والله الحمد لله عملنا لك مفاجاه النهارده على السحور هتخليك تجيب لي الديب فريزر والبوتاجاز والرخامه وكل حاجه وزوف يا نورن تيجي تعيش معاك في الزنزانه لا ايه بقى؟ لا خلينا مفاجاه النبي على السحور على السحور اللي هو بعديه مفيش صيام سحر ايه؟ مش احنا بنستحر مش النهارده اخر يوم معاك امال ايه؟ ما اكيد هناكل زي اكلنا بنستحر يعني مش بنجوع اكيد طبق عايز طبق ليه؟ قبل العيد يعني؟ اه اكل؟ اه بس حاجه انت بتحبها كل ايه اكتر من محشي؟ حاجه اقوى حب يا عم كل ايه؟ حاجه احلى من المحشي انت مش حاجه لا مش هحرقها لكم بقى انت ما بتحبش لا في حاجة أكتر ما تعمل إيه؟ فين؟ الدبوس ده كبير قوي لا واحد حاجة عليك مش بتتكلم يعني سديم اتنين سرحان فيه اه اللي هو أسهل حاجة اه ده أنت نسيتك في الفلاية أنتوا ما كملتوش ليه؟ كملتوش الدبوس بتاعكم برضه بناكل منه ما يخلصها اديه تاني أنا خلصت خلصت عايز من ده ولا من التاني؟ من ده ولا من التاني؟ انت لسه قدامك الرومي ما كلتوش بحلاوه كل الرومي ما عجبكش ولا ايه عايز من ده ولا من رومي وانت انا ده خلصتي بحبته ده اكتر يعني عايز رومي الرومي منسر عليك يعني عامل زي اللحمه كده فاهم حتى وفاء انا عشان كده جبت لكم الصغيره دي انا عارفه ان انتوا مالكوش في الحاجات دي انا ايه اتلكمت عايز رومي شطوره ولا قصدك على ده ما تجيبش وقت ورق هنا من السخن اللي قدامكم ده لا ماشي وفاء مفكره التاني اللي اسمه رومش هنفضي هنا عشان اللي قدامي ده بيرد عشان طبق صغير ويبرد بسرعه شيل الورق بس لسه مين الكوفاء راحة تستاهل اكتر من مطبخ عيب يعني كفايه الشقه اللي انت ما عملتيش فيها حاجه كان النظافة كلها يلا عند ربنا بقى هم اللي شاهدين مين اللي نظف الشقه مين اللي زار فيها مين اللي غسل السجاد قول تقول لا تقول لا ده كانت ماسكه خرطوم تقول لا مين اللي كان بيدعك السجاد؟ انا كنت شايفاك انت اه انا بشوف بنايه الصابع لسه مهريه لغايه دلوقتي مهريه مهريه برضه انا مش عارف بشوفها بيناولك السجاد ويغسله ويشطفه ويشيله وانا اللي كنت بدعك وادعك في اخر واحده بس ما يعلق كراسوكا كده بتقول قدام الكاميرا ينفع؟
انا لسه جايب لك اوضه وانت خدتها من تحتك. لا بس المفروض تشكرهم قدام الكاميرا. مين هم؟ مش بيحافظوا على اوضتهم كل يوم؟ اه لا 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 محمد ده دول عايزين محمد والله العظيم ما بيسيبوا الاوضه بس خلاص. الحمد لله الحمد لله. قبل نادر صراحه الحق يتقال انا قلت ان انا اقول قدام الكاميرا تسليفه بقى لمحمد وبلال علشان بيتكاتفوا مع بعض. اقول لكم ليه يا ابني ده؟ عشان ندى بتبقى مشغوله معايا انما هم فاضيين. ازاي والله ندى بتبقى مشغوله بتناولني حاجات وبتروح بتيجي معايا. انت كده بتعلمها تتحجج وهو بيبقى قاعد في الاوضه والله العظيم بتعمل ده بتطبق هدومها هي واخواتها هي واختها بس مشغوله معايا بتعمل معايا حاجات والله العظيم. انتوا بتطبلوا لبعض انتوا الاثنين؟ الله يبارك لها ندى دي حبيبه قلب بص على الهوا. لا وانت برضه هو بتشتغل احنا كنا بنروق الاوضه. مين بيوسخ؟ ايوه انت. بعد ما خلصت رواية الأردن. ما ده عسل. لهم عسليات. ما تسمعش. قصدي اسمها ايه مرة دي؟ حراجل. والطارق. ماذا عسل؟ هو بيشكل الصبيان اللي طبيعي للصبيان ما بتعملش. بيبقوا مجنين. عشان كده بي. لكن دول طلعوا نضاف 100 100. بيسيبوا لهم تحدي الدبانات. بس انت بقى لك يومين. عايزين كل يوم بقى. على طول. لا كل يوم بيعملها والله. هو. هي الاوضه بقى لها يومين. انا اصلا كنا بنتفق ايه ده احنا قبلها من قبل ما تعملوا الاوضه اتفقوا عليه ان هم يروقوا الاوضه. الحمد لله يا ريت كنت جبت اوضه من زمان. ها هو بلع سد الحنك الواد ده من دشخ بلع لسانه اسمعنا ولا الكاميرا بيضحك بس احنا بنتكتك بالعافيه. اه ماشي حط امي عامل فيك مقلب. ده قلت له اللي فايت حرقت المفاجاه. هعمل فيك مقلب اخليك بص تلف كده حول نفسك كده مش علقني خلينا انت اهو. هعمل فيك مقلب ال ايه اسمه ايه الاختفاء. لا مقلب الاختفاء مين ما عارف. ما انت هتقول على مقلب كده هتحرقه. هعمل فيك مقلب ان انت مش موجود. انت نفسك تعمل مقلب في بابا ولا لا؟ مين نفسي يعمل مقلب في بابا؟ أنا. أنت لسه حاسة إني ما خدتش حقك من المقلب اللي فتل. عيطت في قلبها وجعها يعني. بس كان دخل عليك المقلب ولا لأ؟ اتضايقت. شعري. أنا شبعت. أنت ما خلصتش الورك بتاعك. مش قادر الورك كبير كبير كبير. أنا عامل ورك رومي. أنا واكل رومي قبل كده بس لوحده مش مع محشي. محشي كمان. عسل ليكم. تسلم ليك يا وفاء. انا بس شفت الاكل ما عجبكش. ايه جامد. فين بقى الاكل حلو هتخلص السفره؟ موت السفره دي هتروح ثاني. الصيام الواحد في الصيام ما يقدرش ياكل ابدا. انا يعني هو الواحد ايه نص ساعه ولا ساعه نص ساعه كده واجوع بقى ابتدي ان انا اهضم اللي انا اكلته ده وابتدي اكل بقى عادي. لو منك استنى للفجر. ليه؟ انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل في الفجر صحيح. خليها مفاجاه. ايه اللي هيحصل؟ هي مفاجأة. خلص الوقايه بس بتقولي اكل اكل ايه انت عامله محشي هنضف مكان لا هنضف مكان المحشي مكان المحشي واظبط المطبخ كده ما وسختوش كنت وسخته زي كل مره. لا سكت المحشي عملته كده ايه حاسس اه على الوقت حاسس المفاجأة ولا هات حاجه كمان ثواني هتقولي هات حاجه كمان. لا لا خلاص انا طلبت كله ثواني ثواني نعم ثواني عايزه ايه ولا حد فيهم حاجه في حد عايز رومي. هنقفل معاكم الفيديو ده عشان الم بقى الحاجه دي واستنوا الفيديو اللي بعد ان شاء الله المفاجاه اللي انا هعملها له على الفجر باذن الله. هتفاجئني تاني انا مستني الفجر باذن الله مكان السحور من المغرب للفجر مش كتير. كل توقعاتكم ايه هي اكله بس ايه هي الناس اللي بتعمل العادات دي كل سنه في رمضان هتعرف انا هعمل ايه ساعه قدر الفجر. عادات ايه؟ عادات يلا عادات هتعملي ايه بالظبط؟ عادات المصريين يوم الوقفه. انا فهمت فهمت عادات عادات الاكله اللي بتبقى مكان السحور مش احنا الاكله يا مع السلامة. مع السلامة. اضغطوا لايك للفيديو ده قولوا وفاء مبروك وقولوا لنا رايكم في الكلام اللي احنا قلناه فيه. اه لو الرخام مش هتلاقيه عرفوني اللي هو الجرانيت اللي هو الجلاستيك ده اسود ده عرفوني برضه. يلا. وكمان فكري هو ايه المفاجأة عشان تقول لنا ايه؟ لا كده. يلا مع السلامة. مع السلامة. عايز اعمل تاني بس معرفتي ما فيهاش مكان. اشرب شوربة؟ اشرب شوربه ايه ده انا خلصت طبق الشوربه اللي قدامي. عايز تاني؟ اشرب شوربه هتفضي لك مكان ولا خليني بشوف المفاجاه بتاعتي؟ صح خليك للفجر. الفجر مش بعيد انا لما اخلص اللي ورايا واعمل لك البتيفور ازوقه والكحك والحاجات دي يكون جهزت لك المفاجاه. ماشي يا ستي يلا تسلم ليك. استنى طيب شكرا على المطبخ يا حبيبي. عليا انا عملت حاجه ده حاجه بسيطه يعني بس برضه حلو.
جميل جميل. المحشي عجبكم؟ جدا. كله بشبع. أهم شيء تحفظوا لي كده على الأرض ما تسخرش، أنا مسحة وتعبانة في الأرض.